كثير الايام دي بنسمع كلمه بروفيشنال تنقال مثلا انا بروفيشنال هو بروفيشنال او الشغل ده بروفيشنال. الاحتراف هل تشوف انه ممكن الواحد يكون محترف ويطور ذاته في نفس الوقت؟ ويعني انت مثلا يا حنين هل بالنسبه لك تعتبري نفسك محترفه تصوير؟ احس انه لسه ما وصلت لدي المرحله لانه في معلومات لسه لازم اتعلمها، لازم اتثقف اكثر في ذا المجال، يعني لسه طريقي طويل. بالضبط، يعني انك مثلا صرت بروفيشنال مو معناك انك خلاص وصلت خط النهايه، في اكثر يعني. بالضبط ايوه، يعني ترى مو هنا وصلت، يعني حتى لو سويت شغل مره فظيع بس مو هذا اخر طريقك، لسه في كمان، فهمت؟ يعني في اشياء لا ناقصتك عشان تصير يعني بروفيشنال. يعني انت ما تبي تكوني بروفيشنال او تسمي نفسك بروفيشنال عشان انت لسه باقي لك، لسه تبغى تنطلقي. بس طب هل الاعتراف شرط هذا الشيء ان الواحد اذا قال انا محترف يعني خلاص ما يكمل؟ انا اشوف الموضوع نسبي من شخص لاخر. يعني في ناس بتعرف الاحتراف انه ورقه اكاديميه، شيء تدرسه بعد ما تتخرج تصير انت محترف، سواء انت فنان في الشيء ذا او ما انت فنان يعني. اي وفي ناس بتروح شويه كذا برا، يعني تشوف انه الاحتراف تكون انت في لبسك، في كلامك، في تواصلك مع الناس، كيف تطور من مهاراتك وقدراتك، كيف تكون متواضع حتى لو انت فعلا يعني يعتمد على ايش انت بتتكلم في المجال اللي انت تتكلم عليه. يعني صح، عشان تكون محترف في مجال ممكن لازم تحتاج شهاده زي ما قلت، ممكن الموضوع يكون مرتبط بانضباطك واخلاقك، ممكن حتى بمهاراتك انت ممكن تكون محترف ما انت دارس، بس انت يعني مره كويس بالشيء اللي بتسويه خلاص احترفت. انا اشوف في منظوري الشخصي للاحتراف انه من منظور واقعي بحت، يعني اضرب مثل، يعني مثلا زي الفنان القدير دريد لحام كيميائي، يحيى الفخراني طبيب، كلهم هذول ما درسوا التمثيل ولكن يعني يعتبروا فنانين محترفين في مجالهم، ويكفينا انه هم اثروا على اجيال كثيره في المجتمع. يعني انا اعتقد انه اصلا كلمه انا محترف يعني ما هي حلوه، انه واحد يقول ما في يظن احد محترف يقول على نفسه انا محترف. ترى انا احس انه هي صفه تنقال للواحد بعد ما يشوفه احترافيته. واحترافيته هي ايش؟ مواظبه، سلوك كويس، يجي على الوقت، ملتزم، يجدول الاشياء ويخطط، عرفت كيف؟ يعرف يرسل ايميلات، عارف؟ هذه بالذات مره بروفيشنال، انه بروفيشنال انه يعرف الايميل وبست ريجاردز وتحياتي وما ادري. فيعني بس بالنسبه لي حتى اشوف انه الواحد اللي من جد يعرف يتواضع ولما يشوف انه هو يعني مو قد انه يقول انا ترى محترف، ترى هذا شيء مره حلو، يعني انا اشوف انه هذا مره انا احترم الانسان اللي زي كذا. معليش محمود بس بزود حاجة، مو معناته انك بروفيشنال دحين يعني خلاص فور ايفر حتقعد بروفيشنال طول الوقت. لازم تكون مطلع، لازم تجدد نفسك، لازم تقرا تشوف ايش في جديد، تكنولوجيا جديدة، الدنيا صارت تتغير باستمرار، يعني مو زي زمان.